لا ازاي دي؟ لف الريدة اهو كده. يلا مقبول مقبول. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. اغلى حاجه في حياتنا. اي لاف يو سو ماتش حبايبي. محدش يسمع كلام. ها وحشتونا. هو في حد مستني ان تكتب يبقى عامل كده اهو. ستي انا بالنسبه لي الموضوع مش صعب قوي يعني. جماعه انا لما بتطلع على تكتب بعمل كده اهو. بصوا يا جماعه النهارده الكليه نزلت اللي هو قالوا استنى نتيجة الفرقة بتاعته الساعة 4. قالوا لنا الساعة 4 النتيجة هتطلع ودلوقتي 4 وربع يا جماعة. مش عارفين نجيبوها بسبب الموقع. كل لما نيجي ندوروا عليها الموقع معلق الموقع معلق. فيا جماعة ايه؟ فاحنا قلنا خفيفة من توتر احمد. ومتصورة فيديو واحنا بنجيب الشهادة يا جماعة. بس يا جماعة محضرين له ايه عشان نفرحوا بيه؟ الناجح يرفع ايده. ايه؟ ويغني في عيدنا وعيده. بس قبل ما نبدا الفيديو ده نعمله ايه؟ اعملوا سبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر عشان بيحبوكم روحي اغلى حاجه في حياتي. بالله عليكم حد فاهمها؟ بالله عليكم. القناه بتاعتنا ده في الديسكربشن وهتلاقوا كده هو برده في الديسكربشن. اقسم بالله ما فاهمه حاجه. ادخلوا اعملوا لو سمحت ممكن تسكتوا خالص؟ طب خليني اتكلم ليه؟ لو سمحت ممكن تسكتوا. بصوا يا جماعه انا عايزكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا توصلوا الفيديو دوت لو انا نجحت ال 50,000 لايك، لو انا سقطت توصلوا ال 100,000 لايك. ليه هو انت سقط ولا ايه فاهمني؟ ماشي يا جماعه. وايه تاني؟ وقناه ندى بتاعت البنات تحت في الديسكربشن تحت، ولو الانستجرام بننزل عليه حبه صور كده لو عايزين تدخلوا تتفرجوا عليها ادخلوا عادي عادي. بصوا يا جماعه عايزكم تكتبوا في الكومنتات تحت كلكم يوم النتيجة بتاعتكم تبقوا حاسين بيه. يعني بتبقوا شبه كده فرحانين يعني عادي ولا ايه؟ والله يا جماعة مش والله عارفة ايه الفرحة اللي نازلة عليكي. والله العظيم يا جماعة يوم النتيجة بتاعتنا ده كنا في البحر. يا نهار أبيض يا جماعة. والله وأنا في البحر. فالمهم ايه رايحة جاية على الشط. النت برضه كان معلق كده الموقع معلق. لا دي كمان كانت بيقولوا هتطلع من الساعة 12 فضلت مستنيه لحد الساعة 2 عمال احمل كل شوية. والله العظيم يا جماعة. فالمهم طلعت بخمس مواد بس. لا والله رحت عملت تظلم يا جماعة وطلعوا ظلموني طلعت بمادتين بس. بصوا يا جماعة انا في سنة أولى تجارة. وانا في سنة ثالثة آداب عربي. عمركم في حياتكم شفتوا واحد متجوز واحد أكبر منه؟ يا جماعة كان معايا قعد يسقط اترفض من الكلية اعملوا له ايه؟ بالله عليكم يعني هي اكبر مني. لا وبعدين بيقول لي انت ما كنتش عارف يسموكي احمد عشان تقفي وتقعدي ورايا. والله يعني هي اكبر مني بسنتين في الكليه صح؟ مراتي اكبر مني يا جماعه وانا في سنه اولى. والله هخلصني زي الفل. اولى يا اولى يتيمه يا عيني. هيحضر معايا حفله التخرج السنه الجايه باذن الله. باذن الله احنا الاربعه مصوروا احلى فيديو في حفله التخرج. وهم حفله ايه؟ التحرك؟ انت هبله يا بنت ولا ايه؟ حلوه دي والله. يا اخي احنا عايزين نلم العواد ندوره. يا جماعه يوم النتيجه بتاعتكم تبقى عامله ازاي؟ بتبقوا خايفين؟ انت خايف؟ انا بصراحه يا جماعه وايده دافيه جدا مفيش سؤال. انا بصراحه مش خايف يا جماعه. انا عندي ست مواد اقسم بالله والله العظيم والله العظيم يا جماعه دخلت الامتحان ما اعرف اسم ماده واحده بس. يا رب يمشي. والله العظيم يا جماعه يعني انا اسم ماده واحده بس ما دخل ما والله العظيم. صحابه يا جماعه عمالين يبعتوا له عملت ايه عملت ايه. والله العظيم يعني كنت عندي ست مواد رحت ست ايام والله العظيم ما اعرف اسم ولا ماده يعني انا دخلت كده ايه داخل اغش بصراحه داخل ببركه ربنا. مين فيكم يا جماعه شبه هنا وبيدخل يغش؟ انا. والله ندى تكتب على المسطره. والله بقالي سنه ونص ما عملتهاش. والله العظيم يا جماعه في سنه من السنين كتبت على المسطره فالمراقبه مسكتها. قالت لها انت ليه بتعملي كده يا بنتي؟ قالت لها خلاص خلاص طلعت تجري سابت اللجنه ومشت. قلت لها لا بس طلع المسطره وسابت لها المسطره بالورقه بتاعتها جبانه. لو انا يا ريت كنت تجي لي انا يا احمد يا جماعه مره اتقفش وهو بيغش راح ماسك الورقه مقطعها ورميها من الشباك. لا في ثانويه عامه علشان في الامتحانات صعب انا يا جماعه والله. انت رقم جلوسك 1043 ومش عايز يحمل. طب اكتبي يلا اكتبي تاني يلا فاضل ده يا جماعه يا كليه الساعه 4 وثلث والشهاده لسه ما طلعتش. يا ربي. انا بصوا انا عندي ست مواد انا بقول هسقط في السته. ايه يا عم ايه اللي وداك يا عم؟ والله العظيم انا هسقط في السته. استني استني قبل ما نجيب الشهاده. اه حرام عليك. قبل ما نجيب بصوا يا جماعه الكرسيين دولت يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ والله العظيم يا ست انا عايز احكي لهم موقف بس.
بصوا يا جماعه، كنت قبل ما انام فيروز قالت لي يا بابا انا عايزه مكياج، اللي هو المكياج بتاع الاطفال اللي هو الصحي ده، دورت مكياج عربيه اللي هو المكياج الصحي اللي بيتحط في الوش، مش اللي هو بتاع الاطفال يعني ما بيضرهم. فقلت له حاضر يا فيروز. والمهم ايه، قبل ما انام رحت نايم، وجيت تاني يوم الصبح لقيت واحد بيبيع الحاجات دي، فجبتهم الاثنين دول الكرسيين. فالمهم ايه، جيت لقيتها لسه نايمه، فصحيتها قلت لها فيروز يلا بابا جاب لك لعبه، ايه تعالى بص عليها. فالمهم صحيت فيروز وجاي تبص على الكراسي، وانا قلت بقى تفرح، قالت لي يا حمار يا حمار مكياج، يا حمار مش كراسي، يا حمار مكياج. بنت انا اقسم بالله تقول لي يا حمار، فانا زعلت منها. انا متحمل يا احمد، قول والله العظيم. رقم الجلوس 1043. اه يلا احمد صالح محمود احمد احمد. يلا. اول ماده مقدمه في الحسابات مقبول. استنى 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 بتروح ازاي؟ استنى بالله يا كمان كملي. مقبول؟ لا استنى كمان بقى. طب ازاي ازاي بتروح ازاي دي؟ نلف الريدر اهو كده. يلا مقبول مقبول. يا بنتي بعد كده انت تقف هنا وتضربيها عليا. ماشي يلا الماده الثانيه. الماده الثانيه انا اللي حضرمها. ماشي هاتها في ايدي. قولي. طيب تاني ماده حزمة التطبيقات والمسا مقبول. يلا يلا عليا. مفيش جاي جدا. لا عليك عليا مقبول. يا بنتي واحده 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 واحده. يا بنتي خلصي، هتضيعي فرحة النتيجة. هدي هدي. هتضيعي فرحة النتيجة، خلصي. يلا ارجعي ورا سوريا، ارجعي ورا سوريا. يا نهار أبيض. استنى يا خرابي. طب استنى هات أنا ضربة، هات أنا ضربة، ما تخوفنيش بالله عليك. استنى. إيه ده؟ يا بنتي أنت قطعتيها وربنا. هات هات أنا. يا نهار ابيض لو شفت. يلا كملي الشهادة. يا ربي انا اللي حضرمه. لا لا بس في بعد الشهادة عشان اخر واحد. ماشي. تالت مادة مبادئ الاتصال مقبول. الف حمد والف شكر ليك يا رب. هتوقع التالت ولا لا؟ ما ضيعتش الغش بتاعي على الفاضي. يا نهار اسود. ضربنا على الفاضي ولا ايه؟ احنا قلنا تلاتة مقبول؟ تلاتة مقبول كده كده معاك تلاتة. مادة ضعيف جدا. اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله. يلا نخش على بعديها. خامس مادة ضعيف جدا. الحمد لله يا جماعة. يا رب اخر مادة تبقى مقبولة عشان تبقى تنجح في الترم التاني وتعدي. طب كده يلا فاضل كام مادة كده؟ بس واحدة. طب هتشوفيها. طب شوفيها. يلا تن 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 تن. شوفيها عشان انت هتفرح حبيبي. متوتر ولا لا؟ لا طبعا. طب طالما مش متوتر سادس مادة مقبول. يعني انا كده ضعيف ضعيف. يعني انا كده عامل ايه يعني؟ بس يا سيدي لو كده يعني انا كده في تلاتة. انت كده ساقط الحمد لله. قول والله العظيم. بس لو نجحت الترم تاني كله المادة دي الضعيفة هتترفع مقبول وتبقى تخش سمارت كورس. يعني انا كده ناجح؟ على حسب الترم التاني. ايه انا ناجح؟ والله العظيم يا جماعة احساس حلو قوي وانا ناجح كده. ايه يا بنتي ده بايظ. هات يا ابني اشوف. استني استني استني. هتعمل ايه؟ الناجح يرفع ايده الجبل. ده من تحت. اهي نزلت. ايه ده؟ ايه ده؟ دي لونها ابيض. الناجح يرفع ايده. الناجح يرفع ايده. الناجح يرفع ايده. انت لسه ما نجحتش. يا بنتي طالع مش ناجح في ثلاث مواد. الترم الثاني هيبقى. اقسم بالله اقسم بالله يا جماعه كنت متخيل نفسي ان انا ناجح في مادتين في ورا ماده. يعني انا يا جماعه يعني يرضي ربنا ده عمال اقول له ذاكر حرام عليك ذاكر وفي الاخر طالع لي في ثلاث مواد. انا عن نفسي انا مرض فرحان وطاير من الفرحه. اقسم بالله انا مبسوطه يا جماعه. انت مبسوطه ولا لا؟ يعني انا نفسي حتى يعني تجيب ما تتجيب. يا بنت افرحي لي. يا عم زعلانه والله عشان كنت عايزاك تنجح في كله. بصوا يا جماعه انا ناجح في ثلاث مواد اقسم بالله، ولا رحت يوم الكليه ولا رحت يعني رحت الامتحانات مش عارف اسامي الماده ونجحت في ثلاث مواد. هذه الطالب المصري. ايوه صح. هذه الطالب المصري يا جماعه. يخش سنة وينجح لي فيها كلها. امين يا رب. نفسي والله. يا رب يكون الماتي على قفكم.
كمان عجبتكم والنتيجة عجبتكم برضو. كلكم بتقولوا مبروك يا جماعة. الثلاث مواد بس، الثلاث مواد التانيين مفيش حد كده. انت زعلان ولا مبسوط ولا ايه؟ اقسم بالله انا فرحان جدا يا بنت. انا كنت متخيل نفسي هسيب لكم الشهادة بتاعتي تحت يا جماعة، اقسم بالله هسيبها لكم تحت وفرح، اقسم بالله طاير من الفرحة. يلا بقى بالنسبة للنتيجة الحلوة دي مبروك بتاعتكم، خدخلوا اعملوا لنا سبسكرايب بقى وفعلوا لنا الجرس عشان يوصل لكم. بالله عليك لو سمحت، بالله عليك لو سمحت، وحياة ربنا لو وصلتونا للمليون في خلال شهر هنعمل لكم حفلة كبيرة في اسكندرية ونلعبوا كلنا بالكلر وكل حاجة تبقى جميلة. يا اختي بالقلب انا شاقط يا بنت. كلر ايه؟ والله العظيم لو القناة دي وصلت للمليون قبل شهر والله هنعمل لكم حفلة جامدة. هنعملوا يا جماعة. احنا بصراحة يا جماعة لو وصلنا للمليون احنا عايزين ناخدوا بس شبكة افراح او كده، حاجة تأجروها. مش شبكة افراح، هوديكم مكان مفتوح اوبن اريا كده حلو خالص. حاجة خاصة لينا عشان محدش ايه ويجي شي بقى. وانا نجحت يا جماعة، نجحت. كلكم تكتبوا لي مبروك تحت في الكومنتات. بحبكم يا اغلى حاجة في حياتنا جدا. باي باي. باي باي يا اغلى حاجة في حياتنا.